صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يقول ما هو النور الذي كانوا عليه قبل أن يخرجهم الطواغيت من النور؟ الذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم، ليس لهم نور أصلا، ليس لهم نور أصلا، لكن يخرجونهم من النور الذي دعوا إليه، الذي دعوا إليه جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يبعدونهم عنه ولا يتركونهم يدخلون فيه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هو الفرق بين، وربما أيضا أنه يكون مؤمن ثم يرتد والعياذ بالله، يطيع الشيطان فيرتد عن دينه فيخرج من النور إلى الظلمات. نعم.